هذه صورة جوية لقريتنا يوم 12/1949 بعد ما أصبحنا مواطنين في دولة إسرائيل، وبقينا هنا حتى 13 نوفمبر 1951. وللأسف الشديد كما ذكرت ادعوا بأن الترحيل هو مؤقت لفترة 6 شهور فقط ثم نعود، وذلك بسبب حاجة الجيش للمنطقة، ولكن هذا كان كذب وخداع. هذا هي نوري العقبي، رئيس جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو. هذا الموقع اسمه العراقيب، خربة العراقيب. هنا كانت قرية بني عقبة حتى عام 1951 الباقين منهم. في 48 سنة 1948 هجروا معظم السكان، الباقون أصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل، ولكن للأسف الشديد في نهاية عام 1951 قررت السلطات العسكرية إجبارنا على الرحيل من هنا إلى منطقة اسمها حورة بحجة حاجة الجيش للتمارين العسكرية فيها، ثم العودة بعد 6 شهور. ولكن هذه كانت خدعة وغش بعد ترحيلنا بالقوة والتهجير القسري. نفس الشخص العسكري المسؤول عن طردنا استلم أرضنا لزراعتها وبقي يزرعها عدة سنوات، ولكن منعونا في النهاية منعونا من الدخول الأرض من جديد. وحتى اليوم احنا لن نسلم بنهب أرضنا وسرقة أرضنا ومنعنا من العيش بكرامة فيها في قريتنا ومن الزراعة، وبنطالب بحقوقنا الكاملة، فالأرض والمية والزراعة وكل متطلبات المعيشة مثل أي مواطن آخر. ونحن نرفض التمييز العنصري ولن نقبله أبدا، بالرغم من أن دولة إسرائيل تطبق أبشع القوانين العنصرية ضد المواطن العربي، لكننا لا نرفض هذا ولن نقبله أبدا. طبعا بعد محاولات خلال عشرات السنين، والمحاولات هي عبارة عن الرجوع للأرض والتمسك في الأرض، لم ننجح حتى اليوم. فقررت منذ 14/4/2006 الرجوع إلى هنا والعيش في خيمة في سيارة، ولن أترك هذه المنطقة أبدا ما دام لا تسمح لنا دولة إسرائيل بإقامة قريتنا الزراعية على أرضنا والاعتراف بكامل حقوقنا فيها، خاصة وأنه دولة إسرائيل، حكومة إسرائيل أقامت مستوطنة يهودية ووضعت البنايات المتنقلة بعد منتصف الليل، وهذا الشيء يدل على سلوك حكومات إسرائيل، ما لن يأخذوا بالقوة فبالسرقة أو بالخدعة. ولذلك احنا نؤمن أشد الإيمان، إذا ما بقينا نطالب بحقوقنا فهذه الحقوق ستعود إلينا إن شاء الله آجلا أم عاجلا، ونرجو أن يكون عاجلا، ونرجو أن يعود كل شخص إلى وطنه، إلى بيته، إلى حقله، إلى عشيرته، إلى قريته، إلى مدينته، لأنه لن يحل سلام بدون حل عادل لهذه القضية. ونحن نرى
إن هناك قاسم مشترك بيننا كمواطنين في دولة إسرائيل لإخواننا الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة وفي الشتات، خاصة وأن إسرائيل لا تحترم حتى مواطنيها ونحن مواطنيها، لا تحترمنا ونهبت حقوقنا من الأرض والماء وغير ذلك من متطلبات الحياة. نرجو، أنا موجود هنا منذ 14/4 كما ذكرت، وممنوع علي أن أقطع هذه الطريق إلى بيتي بأمر من المحكمة. تصبيرنا تصبير ايفا اسور لك ليكنس تصبير ايفا اسور لك ليكنس اخشاب اسور لي ليكنس بالعربي محرم علي افوت ارضي والبيت اللي تولدت فيه 30 متر من هنا ممنوع بأمر من الشرطة والبوليس. أمر عصيب. This is the house where Nuri al-Ukbi was born and where his father was a judge. The remains of it.